يقول بالنسبة لزكاة الفطر هل تخرج حبوبا أو نقدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج طعاما صاعا من طعام، فينبغي للواحد أن يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا للاعتناء في بقية شهرنا، وأن يتجاوز عن التقصير الذي حصل منا فيما مضى، كما أسأله جل وعلا أن يفرحنا بعز الإسلام والمسلمين، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.